بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم اسلام في فيديو جديد لأهم نشرة أخبار في الوقت الحالي لجمهورية مصر العربية. يا ريت قبل ما نبدأ في الفيديو ادعموني بلايك واشتراك في القناة، ويلا نخش في عناوين الأخبار. ويا ريت كده بقى نركز كده عشان في عناوين أخبار سخنة وجميلة ولسه طالعة طازة. وأول خبر معانا وهو السيسي يعمل على أضخم مشروع في تاريخ مصر بعد السد العالي. والداخلية المصرية تضرب بيد من حديد من جديد. شايفين القافية جميلة. الجيش المصري وقبرصي يبحث تعزيز التعاون العسكري ضد تركيا. تابع الفيديو لتعرف التفاصيل. تسليم السودان قياديا إرهابيا في أنصار الشريعة لمصر. وفيديوهات منتشرة ومؤتمر للشباب محمد علي ووائل غنيم. فما هي قصة؟ تابع الفيديو عشان تعرف التفاصيل. ويلا ننتقل لأول خبر معانا وهو السيسي يعمل على أضخم مشروع في تاريخ مصر بعد السد العالي. اعتبر النائب الأسبق لرئيس هيئة المحطات النووية المصرية أن اجتماع الرئيس المصري اليوم بمدير عام شركة روس أتوم الروسية استكمال لجهود مصر في تذليل الصعاب أمام مشروع محطة الضبعة. ويرى الدكتور علي عبد النبي أن المشروع المذكور هو أضخم وأصعب مشروع في تاريخ مصر. وأشار عبد النبي في حديث خاص لآر تي إلى أن روسيا بما تمتلك من خبرات متراكمة في مجال تصنيع وتنفيذ وتشغيل المحطات النووية من بداية الخمسينيات مؤهلة للقيام بدورها على أكمل وجه في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبع، كما قامت سابقا بتنفيذ مشروع السد العالي العملاق. وتعليقا على استقبال السيسي اليوم لرئيس مؤسسة روس أتوم الروسية في القاهرة، لفت عبد النبي إلى أن روسيا ومصر تدركان العواقب الاقتصادية التي يمكن أن يخلفها أي تأخير في تنفيذ المشروع. التأخير لمدة يوم واحد قد يكلف ما مقداره 2 مليون دولار، وهو ما يفسر حرصهما على إتمامه بأقصى سرعة. ويستدعى من رئيسي البلدين متابعة سير المشروع شخصيا. وأكد عبد النبي أن نقل التكنولوجيا النووية لمصر في مجال تصنيع وتنفيذ وتشغيل وصيانة المحطات النووية يعتبر من المهام الرئيسية التي تسعى شركة روس أتوم لتقدمها للمصانع والكوادر المصرية. ولذا فإن هذا العمل يتطلب مواصلة التعاون بين مصر وروسيا لتنفيذ هذا المشروع وفقا لأعلى المعايير العالمية. وشدد الخبير المصري على أن الجيل السادس المتقدم من نوع VVR-1200 للأمان والأمن النووي، الذي يعتبر أسس التصميم الرئيسة للمفاعلات الروسية من الجيل السادس، هو من أهم مكتسبات مشروع الضبعة النووية لمصر. وأكد عبد النبي أن ارتفاع جودة صناعة مكونات محطة الضبعة النووية التي سوف يتم توطينها في المصانع المصرية سترفع جودة الصناعات المصرية وتصبح هي قاطرة التقدم ونهضة البلاد. كاتب هذه المقالة ناصر حاتم آر تي. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ونسيت تعمل لايك واشتراك في القناة هزعل منك قوي، فياريت تعمل لايك واشتراك في القناة، بحبك جدا وبحب تعليقاتك. ويلا ننتقل للخبر التالي. الجيش المصري والقبرصي يبحث تعزيز التعاون العسكري ضد تركيا. استعرض وزير الدفاع المصري محمد زكي التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية خلال زيارة رسمية استمرت يومين إلى قبرص. والتقى زكي الرئيس القبرصي نيكوس الذي أشاد بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الأهمية المشتركة، كما أثنى على المستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون العسكري بين البلدين. من جانبه أشاد وزير الدفاع القبرصي سافاز إسرى لقائه ذكي بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، معربا عن تطلعه إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين. وجال ذكي مع نظيره القبرصي على الوحدات الخاصة القبرصية، حيث شاهد معا عددا من الأنشطة التدريبية ذات الطباع الاحترافي والتي أظهرت مدى الكفاءة العالية لتلك الوحدات. وقد أعرب وزير الدفاع المصري عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع قبرص، ولا سيما في المجال العسكري والتدريبات المشتركة. إلى ذلك زار زكي مقر البرلمان القبرصي والتقى رئيسه الذي أشاد بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، معربا عن سعادته بتلك الزيارة نظرا لما تمثله مصر من أهمية استراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط. المصدر آرتي. فيديوهات منتشرة ومؤتمر للشباب محمد علي ووائل غنيم. فما هي القصة؟ جدل واسع طرحته فيديوهات لمقاول مصري في الخارج ردت عليها شخصيات عامة مصرية، ثم ظهر يوم أمس
فيديو جدلي للناشط السياسي وائل غنيم، وذلك في ظل انعقاد مرتقب لنسخة ثامنة من مؤتمر الشباب. لقد أثار الظهور المفاجئ يوم أمس وصباح اليوم للناشط المصري وأحد أبرز رموز الربيع العربي وائل غنيم جدلا واسعا حول الأسباب والمبررات التي دفعته للظهور الآن، وذلك عقب أسبوع عاصف من الفيديوهات التي نشرها المقاول والفنان المصري الذي يعيش في أسبانيا محمد علي. ثم رد عضو مجلس النواب المصري ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الأسبوع مصطفى بكري عليه. ظهر غنيم يوم أمس حليق الرأس والحاجبين بينما تناثر الشعر الأسود على كتفه العاري، ما أثار استغراب الكثير من متابعيه وتجهنات مختلفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الفيديو القصير طالب الناشط المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذهاب إلى زوجة الرئيس الراحل محمد مرسي والاعتذار لها عما حدث لابنها وزوجها. ثم تابع غنيم الذي استنتج كثيرون مروره بحالة نفسية صعبة أنه متصالح مع نفسه وقام بحلاقة رأسه للتو ولا يخاف من حكم أحد عليه، وقال نفس السيسي يبقى كويس ومصر تبقى كويسة ونفس الناس اللي في السجن تخرج. ثم توجه الناشط المصري المقاول والممثل محمد علي الذي اشتهرت فيديوهاته في الفترة الأخيرة بالنقد، مطالبا إياه بالتوقف عن نشرها، وهو ما دفع الأخير لمهاجمته من خلال مقطع فيديو قصير بثه عبر عدد من الحسابات على موقع فيسبوك. من جانب آخر أعلن المؤتمر الوطني للشباب عن انعقاد نسخته الثامنة لمدة يوم واحد، هو السبت القادم 14 سبتمبر في مركز المؤتمرات بضاحية القاهرة الجديدة شرق العاصمة، حيث أكدت إدارة المؤتمر على أن المؤتمر سوف ينعقد بحضور 1600 مشارك أغلبيتهم من الشباب، وسيكون بينهم شباب للبرنامج الرئاسي وشباب سياسيون ومهندسون وأطباء ورجال أعمال. ونشرت وسائل الإعلام المصرية أن أجندة المؤتمر ستشمل 3 جلسات أبرزها اسأل الرئيس، بالإضافة إلى جلستين بعنوان تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا وتأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، وتتضمن محاور النقاش الرئيسية في جلسة تقييم مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا استعراضا لتطور وتنامي الإرهاب في المنطقة وعودة مقاتلي داعش وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم والتكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر، بينما تتضمن محاور جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، دور مواقع التواصل الاجتماعي في تزييف الوعي الجماعي بطرق حديثة، وكيفية صناعة وعي زائف لدى المتلقي، وكيفية تحول التواصل الاجتماعي إلى إعلام بديل. إما جلسة اسأل الرئيس فقد فتحت إدارة المؤتمر باب توجيه الأسئلة للرئيس الجمهورية على الموقع الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدمين طرح أسئلة في 4 مجالات: سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أمنية، ليرد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال جلسة اسأل الرئيس. المصدر وكالات الداخلية المصرية تضرب بيد من حديد من جديد. ضبطت قوات الأمن المصرية الأربعاء الماضي المئات من القطع الأثرية بحوزة مواطن في المنيا بصعيد مصر. وأفاد مراسل RT بأن أجهزة أمن المنيا تمكنت من ضبط مزارع بحوزته 277 قطعة أثرية داخل منزله في مركز أبو قرقاس جنوب المحافظة بقصد الإتجار. وأشار إلى أن معلومات وردت لضباط قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا تفيد بحيازة مزارع يدعى فوزي حسن صالح أبو الحسن قطعا أثرية تمهيدا للإتجار بها. وقال إنه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بحوزته 277 قطعة أثرية، وهي عبارة عن 8 تماثيل وتمائم و241 عملة معدنية و9 تماثيل حجرية و15 تميمة و6 تماثيل لطائر حورس وقلادة من الأحجار الكريمة. وأضاف المراسل أنه مجرد تحفظ على المضبوطات وتشكيل لجنة من الآثار لفحص القطع الأثرية وتحرير محضر بالواقعة، مبينا أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الحادثة، وبين في السياق أن وزارة الداخلية المصرية تهدف للقضاء على تجارة الآثار والضرب بيد من حديد على ممارسيها. المصدر RT والداخلية المصرية. تسليم السودان قياديا هاربا في أنصار الشريعة لمصر، ودي طبعا حاجات جديدة السودان أول مرة تعملها، وتعالوا نعرف التفاصيل. أفادت مصادر متطابقة بأن السودان سوف يرحل أحد القيادات المطلوبة للأمن المصري في القريب العاجل، وأكدت المصادر أن المقصود هو قيادي في أنصار الشريعة مدين إبراهيم محمد حسنين الهارب إلى السودان قبل سنوات بعد إدانته في قضية بمحافظة الشرقية
تتعلق باغتيال أمناء شرطة والحكم عليه 15 عاما. وفي حال ترحيل المذكور فسيكون ذلك بداية جديدة ومختلفة لتعاون أمني بين مصر والسودان بعد تعهدات من الفريق أول عبد الفتاح البرهان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمصر قبل أشهر بأنه لن يتبقى على أرض السودان مطلوبا واحدا للأمن المصري. وكان السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون السودان قد كشف لآرتي أن أهم الملفات التي ناقشها سامح شكري مع وزيرة الخارجية السودانية ترحيل المطلوبين أمنيا لمصر. المصدر آرتي وكاتب المقالة ناصر حاتم. جينا لنهاية الفيديو، أتمنى تكون نشرة الأخبار عجبت حضراتكم، بحبكم جدا وبحب تعليقاتكم، وأشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.